السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن كل المقومات اللي انت ممكن تقابلها في حياتك. هنتكلم عنها من ناحيتين، من الناحية الأولى اللي هي الرموز اللي بنستخدمها في دوائر الاسكيماتيك، والناحية التانية شكلها على أرض الواقع وازاي بنقيسها وهكذا. هنتكلم برضو عن جزء القدرة الكهربية والقوانين بتاعتها. متنساش لو عجبك الفيديو تدعمني بلايك واشتراك عشان تنضم للعيلة الصغيرة اللي على قدنا دي. بس ويلا نبدأ الفيديو. عشان نعرف نشوف المقاومات ونفرق ما بين المقاومة الربع واط والنص واط وهكذا، لازم نعرف يعني ايه قدرة كهربية. الأول، القدرة الكهربية من تعريفها ومقدار الطاقة المفقودة خلال المقاومة، يعني لما يمر تيار كهرباء في المقاومة نتيجة لفرق الجهد المطبق عليها بيحصل احتكاك بين التيار والمقاومة نتيجة للتركيب الداخلي للمقاومة. ايه كمية المقاومة دي؟ فنتيجة الاحتكاك ده بقى بيتولد حرارة، كل ما يمر التيار اكتر كل ما تتورد حرارة بشكل اعلى، يعني التيار بيفقد جزء من قيمته وبتتحول على هيئة حرارة. المقاومة بقى لما تشتريها دي بتشتريها على اساس حاجتين، قيمتها وقدرتها. تقول له انا عايز مقاومة 220 اوم ربع واط وهكذا. فلو القدرة اللي بتتحملها المقاومة زادت حجمها بيزيد، يعني لو في مقاومة 3 واط حجمها بيبقى اكبر من المقاومة اللي طاقتها يعني او قدرتها ربع واط. احسب قيم المقاومة ازاي بقى؟ من قانون اوم عرفنا ان لما التيار يمر في مقاومة بيتكون فرق الجهد حوالين المقاومة. فرق الجهد اللي بيتكون نتيجة مر التيار ده بنسميه فولتج دروب. الفولت اللي بيتكون حول المقاومة يبقى ليه علاقة بالقدرة الكهربية. كمان طول ما الدايرة شغالة وفي تيار بيمر هيفضل يستهلك قدرة، يعني هيفضل يفقد الطاقة على هيئة حرارة. فيبقى كده ممكن نقول ان في علاقة ما بين الفولت اللي بيتكون حول المقاومة والتيار اللي بيمر فيها. ويبقى كده القانون الاولاني ظهر معانا، ان القدرة بتتناسب طري مع الفولت المطبق على المقاومة والتيار المار في المقاومة. ويظهر لنا القانون ده البي بتساوي الفي في الار. وعشان برضو دي معادلة لازم تعرف وحدات القياس بتاعت كل منها. البي بتتقاس بالوات، عشان كده بقول لك ربع وات نص وات وهكذا. الفي بالفولت واتكلمنا عليها قبل كده، والاي اللي هي التيار بالامبير. في قوانين تانية بقى، لو انت عرفت الجهد المطبق حوالين المقاومة يبقى القدرة الكهربية عندك بتساوي الفي تربيع على الار اللي هي قيمة المقاومة. ولو انت عرفت التيار اللي بيمر في المقاومة يبقى القدرة عندك بتساوي الاي تربيع في الار. بس كده دي القدرة الكهربية. نقدر بقى بعد كده نخش في الجزء العملي بتاعنا. واول مثال هنستخدمه لشرح القدرة الكهربية هو اننا لو معانا بطارية 11 فولت ومقاومة 10 اوم، عايزين نعرف قدرة المقاومة دي عشان ما تتحرقش. لو استخدمنا او جينا نقيس فرق الجهد حوالين المقاومة هنلاقيه 11 فولت وهو بيساوي جهد المطر. طيب تيجي بقى نستخدم القانون التاني اللي هو بيقول ان القدرة بتساوي الجهد حوالين المقاومة تربيع على قيمة المقاومة. فهنقول اننا معانا قيمة الجهد 11 تربيع على قيمة المقاومة 10، يدينا ان هو لازم المقاومة دي تكون قدرتها 12.1. طيب لو انا حطيت ان المقاومة دي، لو حطيت قيمة المقاومة دي الوات بتاعها 1 واط، هل هتتحرق ولا مش هتتحرق؟ تعالوا بقى نشوف كده لو عملناها عملي فعلا هتتحرق ولا مش هتتحرق. بدأت تتغير لونها. دلوقتي جه الدور ان احنا نشوف مجموعة من المقاومات. معانا مجموعة من المقاومات الثابتة. اول 4 دول من النوع الكربوني، اتكلمنا فيه برضو عن النوع الكربوني. اللي بعدها سيراميكية، اللي بعدها بتتميز ان لها قيم كبيرة جدا بتوصل لعشرين جيجا. حتى شوف انت لو تبص على المالتيميتر، اخر تدريج للمالتيميتر في قياس المقاومات هو 200 ميجا، يعني هو اصلا المالتيميتر ما يقدرش يحدد قيمة المقاومة دي بالظبط، بس هو غالبا بيبقى مكتوب عليها، هو مكتوب على دي 20 جي. فاول مقاومه الربع واط بمقارنه باللي بعدها، فتقريبا اللي بعدها اكبر منها بمقدار الضعف، فعشان هي دي نص واط ودي ربع واط فاحنا عرفنا الفرق بين الواط، وعرفنا ان ما كل ما المقاومه بتستحمل قدره اعلى او واط اعلى تكون حجمها اكبر. وعرفنا ان لازم تراعي الواط، عشان انت ممكن لو لخبطتك في الواط دي اكيد هتحرق المقاومه، وشفنا في التجربه اللي قبل الفقره دي. يعني
دي كده المقاومات الثابته اللي معانا النهارده. في نوع اسمه الواير واند اللي هو المقاومه السلكيه. المقاومه السلكيه دي حجمها كبير طبعا، يعني تقريبا اكبر من المقاومه السيراميكيه دي حبه، وبتتميز ان لها قيمه واط عالي جدا، يعني مثلا ممكن توصل ل 100 واط او اكتر. هسيب لك صورتها اكيد. دي كده المقاومات الثابته اللي كانت معانا. هندخل بقى على المقاومات اللي بتتغير طبعا لعوامل خارجيه، يعني زي الاضاءه والحراره وهكذا. شفنا الكلام ده في فيديو المقاومه، لو مشفتوش هيظهر لك في الاي اللي فوق. اول نوع معانا اللي هي البوتنشيومتر. البوتنشيومتر دي عباره عن 3 ارجل، الرجل اليمين دي والرجل الشمال، المقاومه بينهم ثابته. يعني احنا حتى لو بصينا هنا هتلاقي قيمتها مكتوب عليها 5 كيلو. لو جبنا المالتيميتر، جبنا طرفه حطيناه على الرجل الاولانيه دي كده، والرجل التانية حطيناه على الطرف اليمين. المنتوميتر قال ان هي تقريبا 5300 اوم، 5300 يعني. اكيد في نسبة خطأ. دلوقتي الطرف اللي في النص ده هو اللي بتغير دوران العمود ده كده. يعني احنا لو نقلنا بروب الجزء اللي في النص ده كده، جابلك اللي هي 5300. لو انا لفيت العمود ده كده بقت 2.5، لفيته كمان مرة بقت 1، زودته على الآخر بقت 5.1، 5.3 هي زي ما كانت من الأطراف، وهكذا بتغير القيم بتتغير. ده نوع من أنواع المقاومات المتغيرة اللي بتغير في الإيد. في نوع تاني اللي هو ده وبيسموه التريمر. ده نفس الفكرة بالظبط، الطرفين اللي على الطرف دول، الطرف اليمين والطرف الشمال، المقاومة بينهم ثابتة، أما الطرف اللي في النص هو الطرف اللي متغير. في نوع تالت منهم أو نفس الشكل، يعني شكل مختلف قصدي، اللي هو النوع ده برضو ليه طرفين. الطرفين اللي هما هنا هما دول الطرفين الثابتين، أما الطرف التالت اللي هو ده هو ده اللي بتغير. نيجي بقى للمقاومات اللي بتتغير، يعني أو بتعمل كسنسور بتتغير تبع لحاجات بتتغير حواليها، زي مثلا سنسور حرارة. المقاومة الحرارية دي ممكن يستخدموها كسنسور حرارة عادي جدا. ده بيبقى شكلها، لو تيجي تبص كده عليها مكتوب 1.03، 1.03. لو انت شفت الفيديو بتاع تحديد قيم المقاومات هتعرف ان احنا بننزل اول رقمين، وتلاتة ديت عبارة عن عدد الاصفار. فالوقتي احنا هنقيس قيمتها في جو الغرفة دي كده، او في درجة حرارة الغرفة، ونشوف هتطلع كام. في درجة حرارة الغرفة دلوقتي طلع تقريبا 7. طب انا لو سخنتها شوية بتبدأ بقيمتها تقل خالص. ده انت لو متابع هتعرف ان ده من نوع NTC، يعني نيجاتيف تمبريتشر كونستانت، يعني درجة حرارتها بتقل بزيادة درجة الحرارة كده. بدأت تزيد اهي لما هتبدأ تدفى. لو انا بدأت ادفيها كده كده بدأت تزيد لحد ما ترجع لدرجة حرارة الغرفة تاني. لو سخنتها تاني تبدأ القيم بتاعتها تقل مرة تانية. ده نوع من انواع المقاومات المتغيرة تبع الظروف اللي حواليها. يعني النوع اللي قبل الاخير معانا وهو النوع ال LDR، المقاومة الضوئية اللي بتتغير قيمتها طبعا لشدة الإضاءة. في 3 أحجام من المقاومة دي، ده الحجم الصغير منهم، في لسه متوسط وكبير، بس هم تقريبا كلهم نفس الوظيفة بالظبط، نفس بيعملوا نفس الشيء. دلوقتي احنا هنقيس قيمة المقاومة ديت في الإضاءة بتاعة الغرفة. هي عبارة دلوقتي عن في حدود من 20، بتزيد، هي بتتغير تبع تغير الإضاءة طبعا. طب لو أنا زودت الإضاءة لها كده اداني الواحد، ده معنى كده إن الرينج قليل. هطلعها ل2 ميجا، بدأت أهي. لو أنا زودت شو بتزيد، لو حجبت عنها الضوء بتزيد، لو أنا فتحت تبدأ تقل تاني، حجبت الضوء. دي ال LDR، ودي فكرتها ان هي بتعتمد على شدة الاضاءة. لو الاضاءة عالية بتبقى قيمتها قليلة، لو الاضاءة قلت من عليها قيمتها بتزيد. وبيستخدموها في تطبيقات كتيرة جدا. كل الحاجات دي هنشوفها في الحلقة الجاية ان شاء الله. لسه بقى اخر نوع معانا كده، وهو النوع
اللي هو ال VDR او الباريستور، هي المقاومة اللي بتتغير تبع تغير الجهد. المقاومة دي بتستخدم للحماية لو الجهد زاد على طرفها، دي كده قيمتها بتقل اول ما الجهد يزيد على الطرفين بتاعها، بحيث انها تعمل شورت على الحمل والتيار ما يدخلش عليه يحرقه يعني. بس ده كل الحاجات اللي كانت معانا النهارده. اتمنى ان الفيديو يعجبك، لو عجبك دعمني بلايك من اشتراك وانضم للعائلة العظيمة بتاعتنا. شكرا والسلام عليكم.